نظم قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة الملتقى البحثي السنوي الأول لقسم الإذاعة والتلفزيون بعنوان من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي، ويناقش تحديات العصر الرقمي وتداعياته، ويهدف الملتقى إلى تعزيز الدور الأكاديمي والمهني لكلية الإعلام بأقسامها المختلفة، مع أهمية موضوع الملتقى والذي يمثل محورا هاما في مجال الدراسات الإعلامية المستقبلية نظرا لما تتميز به تكنولوجيا الاتصال الرقمية، إلى جانب أهمية العمل لإيجاد منصة للتفاعل الحر بين الباحثين الأكاديميين والمهنيين الممارسين. المختلف اللي حصل في العالم إن الشركات الصغيرة اللي بتشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي قررت تنافس الشركات الكبيرة، فطلعت بأدوات كتيرة مختلفة. الأدوات دي كلها طلعت في 2023، فالشركات الصغيرة أجبرت العالم، أجبرت السوق العالمي إنه يتحرك في اتجاه الذكاء الاصطناعي تحرك سريع جدا، وهو ده الشيء اللي خلى كل حاجة تروح. أي مؤتمر بيتكلم عن أي موضوع هتلاقيه بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي. أعتقد إن إحنا محتاجين كثير من مثل هذه المؤتمرات لمواكبة آثار التطور التكنولوجي اللي هي دايما بتيجي على البعد الأخلاقي، وبتيجي في التضليل، وبتيجي في التزييف. فدي كلها محتاجة إن يتم مواكبتها بشكل كبير، خاصة إن التطور التكنولوجي أصبح أسرع مما يتوقع أحد. النهاردة بنتحدث عن وضع مختلف الحقيقة، يستطيع كل منا أن يكون له قناته الخاصة. أصبح لدينا مؤثرين خلاف القنوات العادية. الشخص كان يعني في المعتاد يبذل جهدا وسنوات طويلة، وقد يحتاج إلى المال والنفوذ لكي يكون له برنامج أو عمود في صحيفة. النهاردة أستطيع أنه يفعل هذا. موضوع مهم جدا في عصر بقى فيه العصر الرقمي هو السائد، في عصر التحديات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز. بنحاول من خلال قسم الإذاعة والتلفزيون إطلاق مدونة سلوك أخلاقي. إحنا بنؤكد لما سيادة الرئيس قال أنه من يملك الرقمنة يملك المستقبل، فإحنا بنحاول نستجيب وبنحاول نملك المستقبل من خلال إيجاد مدونة سلوك أخلاقي. لا يمكن أبدا أن إحنا نتجاهل العصر الرقمي. العديد من الباحثين شاركوا من مختلف الدول وحوالي أكثر من 8 جامعات والعديد من الدول العربية والغربية شاركت بهذا المؤتمر والعديد من الجلسات النقاشية الخاصة به. المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي هو البث عن طريق الإنترنت. المستخدمين نفسهم يقدروا يطلعوا رسائل وتتشاف من مجموعة كبيرة من الناس، لكن التكنولوجيا مستمرة، وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الذكاء الاصطناعي وإزاي بيأثر على الإعلام في الوقت الحالي.